الحجة، ما صحة مقولة إثبات الحجة على الوالدين رفوق؟ والله من عارف كلامك ايه، ماذا تقصديه يعني؟ يعني أقصد إذا أثبتت الحجة على والدي فهذا يعتبر من الأفق؟ حجة ايه يعني؟ كيف انت تحكميهم ولا يعني ايه؟ تعبري بلفظ احسن. نعم عبي نعم، إذا كانت الوالدة أو الوالد احرص على منفعك يا اختي، انت تبيني ولا ابين للوالدين وجهة النظر الصحيحة، مش اثبات الحجة حتى تكفريهم يعني ولا ايه؟ مش فاهم. طيب لاني قولي، انا اريد إذا قلت السؤال بصيغة أحسن يكون أفضل. ما العمل إذا بينت لوالدي وجه الحق والصواب؟ عمل مبارك. السلام عليكم. صلوا أرحمكم ولو بالسلام ليس بحديث.